السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده هنشرح أه مور بوينترز والري هنتكلم كتير عن الاريز والسترينجز والبوينترز برضه دلوقتي أه هنا تقدر تلاقي السلايدز وتقدر تلاقي كمان لو عندك اي مشكله ولا حاجه تقدر تبعتها خلاص واحنا باذن الله هنرد عليك ده ده الاي دي بتاعك يعني على التليجرام تقدر تسرش عليه وتدخل هنا بالنسبة للسبيسفايرز أنا هركز على السبيسفاير الاس ده علشان هنقدر نعرض بيه سترينج دلوقتي ايه هو السترينج؟ السترينج أولا أنت بتيجي تكتب له كده مثلا يعني كبداية مثلا هالو فأنت بتكتب له ده, ده يعتبر في, في البروجرامينج سترينج سترينج يعني نص فالنص هنا في السي بروجرامنج بالذات انت بتعتبره وان ديمشنال اري اوف كاركترز يعني معناها انت ده الحرف ده اندكس يعني كل ده عباره عن اري ده عباره عن اري اوف كاركترز الاتش ده عباره عن اندكس زيرو الاي عباره عن اندكس واحد والال اتنين وده ثلاثة وده اربعه خلاص وفي الحقيقه في كمان هنا حاجه مستخبيه هنا اللي هي اسمها النل كاركتر اللي هو الاند بتاعك يعني الباك سلاش معمول باك سلاش اهوت وزيرو ده الناول كاركتر معناها ان الكومبايلر بيضيفه بيقولك يعني ده ان ده نهايه السترنج بتاعك او نهايه الاري اوف كاركترز بتاعتك فدلوقتي ده مثال بسيط توضيحي اللي بيحصل انا دلوقتي مثلا كتبت كلمه هالو وبعدين بيحط لك ان الاتش دي عباره عن اندكس والاي اندكس e, وده اندكس وده اندكس بيعملهم كلهم على انهم حروف في ال... يعني جوه ككومبايلر بيعملهم كانهم اري في حروف يعني طيب دلوقتي الاخير ده ايه ده اللي عباره عن ان هو الترمينيشن بتاعك اللي هو خلاص ده اللي النهايه بتاعتك ممكن بقى بتكتبها كده يعني بتكتبها كده وبتكتبها كده طبعا انا هقول لك السايز ده دلوقتي بيعتمد على ايه وليه هو رقم ستة بالذات تعال هنا كده ده ال representation بتاعة الميموري اللي بيبقى فيها ال ال string بتاعك فمثلا يعني أنا كتبت كلمة هالو اهوت وكمان مكتوب اللي هو ال null ال فكل واحد من دول ليهم index كل واحد من دول ليه مكان والمكان ده موجود له address فكل عنصر في ال ليه index وليه كمان مكان طب دلوقتي انت ما مش بيقولك انت هنا اكشلي ان انت ما مطالب ان انت تحط النال كاركتر في ال... في الـ end. يعني ما تحطش ده ده انت ما بتحطوش ما تحطوش بايدك انت امال مين اللي بيحطه الكومبايلر بيحطه اه اوتوماتيكلي بليسز اللي هو الباك ال سلاش والزيرو اللي هو الترمينيشن بتاعتك ات ذا اند اوف ذا سترينج هو اللي بيحطها تلقائي يعني انت مش مطالب تعمل له array كده انت بتعمل له array اخرها كده ماشي هو بيحط لك بقى الايه النل كاركتر هنا طب الديكلياريشن بتاعتك تبقى شغاله ازاي انا عندي مثلا بكتب كاراكتر خلاص انا هعمل array اوف سترنج وبعدين بعمل السترنج نيم وبعد كده بحط السايز بتاعي دلوقتي انت السترنج نيم ده هو الجيفن نيم تو ذا سترنج فاريبل ده الفاريبل بتاعك اسم الفاريبل السايز ده انت بتستخدمه عشان تقول انا عندي كام حرف كام حرف هحط طب انا عايز في تريكه جايه هتقول لك ان السايز ده بتحسبه ازاي بيقول لك هنا نفس النود بيقول لك ان النال كاركتر بيبقى ابندد ابندد يعني بينحط هنا زي كده بينحط في الاخر at the end of the string by ذا ديفولت يعني الكومبايلر هو اللي بيحطه دلوقتي الانيشلايزنج احنا بنعمل انيشلايز باربع طرق اول طريقه ان احنا ممكن نحط وزود سايز زي كده بالظبط hello سترينج وما بين دبل كده وفي الاخر ما بنحطش اي سايز هنا ماشي طب هنا بنحط اي سايز احنا عايزينه بس هنا السايز بتاعك بيقولك ان السترينج اوف سايز ان يعني مثلا انا عايز اكتب كلمه هالو خلاص هالو دي كم حرف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دلوقتي دول خمس حروف ماشي يبقى انت وانت بتعرف بيقولك انت المفروض تعمل السايز ايكوال تو اور جريتر زان ان زائد واحد ليه ان زائد واحد؟ ليه الواحد ده؟ ما انت لو جيت معايا ورا كده لك ان الإندكس الأخير بتاعك دايما بيبقى الترمنيشن الترمينيشن اللي هو الباك سلاش والزيرو اللي هو النل كاركتر فالنل كاركتر ده بيبقى ليه مكان وليه ادرس ادرس برضو فانت بتعمل حسابه يعني انا مثلا انا عملت اهوت خمس حروف اكتب السايز يبقى خمسة. انت عدهم ما تبداش من زيرو ابدا انت كعد يعني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وحط السايز بتاعك خمسه كده ده معناه ايه بقى؟ معناه ان هو في الكومبايلر هيعد من صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه فالمكان الخامس ده هيحطه هنا واما الاربعه الاو... من صفر لاربعه اللي هما خمسه في الحقيقه هيتحط فيهم كلمه هلا دلوقتي بقى الطريقه التالته انت بتعمل كاركتر وبعدين بتسمي مثلا str مثلا ولا حاجة وتعمل قريب بتاعتك فاضية أو بتحطها مليانة زي كده بس بتخلي بالك للسايز بتاعك لازم يبقى على قد السترينج وتبدأ العد من رقم واحد يعني هالو خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 عشر اتناشر عشر 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 وال ده اعتبرته معانا يبقى تلتاشر هو كده كده الكومبايلر بيضيف يعني فيا إما اتعرف بالطريقة دي إما اتعرف بالطريقة دي. هنا مثلا ده برنامج تعالى نجربه هذا البرنامج اهوت دلوقتي احنا بنعمل ديكلير دي, دي هالو سترينج زي ما انت شايف حطيته فاضي ما فيش اي مشكله وبعدين قلت له يطبع وبعد كده استخدمت فانكشن جاهزه موجوده في في الانكلود بتاع السترينج دوت اتش اسمها سطر لين دي بتعمل ايه اللي هي سترينج لينس يعني بترجع لك اللينس بتاعك انا كده نعمل ران جابلك هنا هالو سترينج وبعدين قال لك ان اللينس بتاعك عبارة عن اتناشر خمسة والمسطرة يبقى ستة وكلمة string واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة خلي بالك ان اللينس ده اتناشر فانت لما تيجي تلوب وتستخدمه في لوب ولا حاجة بتنقص واحد عشان هو يبقى احداشر يعني من صفر لحد احداشر اه تعالى كده دلوقتي نكمل ازاي تريد اه يعني ازاي ت... يعني تخلي اليوزر يدخلك اي اي مدخل وتعرضه ازاي تاخد قيمه من اليوزر يعني تعال نشوف البرنامج ده وليكن ده بص كده احنا بنستخدم برضو من اس دي اي او بنستخدم منها فانكشن اسمها سكان اف ونحط السترنج بتاعنا اللي نعرف يعني ديكلار سترنج وبعد كده نقول له ان هو يعني يعمل سكان اف وظيفتها ان انت بتكتب اي حاجه هنا تدوس انتر قلنا له يعمل له brand. فبالتالي تعمل لها برنت تعالى نكمل ازاي بقى نعمل مثلا فانكشن تعمل لنا عرض للقيمه دي يعني نعمل من الاخر باص عمليه ان احنا ندي السترنج ال ده لفانكشن ال نديه الفانكشن والفانكشن دي تعمل عمليه مثلا اي عمليه تعملها او تعمل لنا مثلا برنت زي كده الفكره ان احنا ازاي نعملها اد يعني نعملها باص قصدي دلوقتي تعالى خلصنا دول هيت ادي عملنا ديكلاريشن وعملنا انشالايز للقيمه وبعد كده عملنا فانكشن اسمها void void يعني ما بتعملش ما بترجعش اي قيمه اسمها اهوت وبعدين البرامتر اللي هي بتاخده عرفنا ان هي هتستقبل منك كاركتر array اوف كاركتر القوسين دول معناهم array اوف كاركتر لو لو شلناهم هتبقى كده تعتبر حرف وبعدين قلناها انها تعرضها يعني قلنا انها تعرضها تعال نعمل رن دلوقتي آه عملنا hello strings وبعدين اما عملنا باص للبرامتر راحت وجابلك ان آه هو string is كذا اللي هي string is كذا هنقفلها هنشوف اللي بعده دلوقتي ازاي نستخدم السترنج ال مع البوينتر بيقولك في الاري the variable name points to the address of the first element يعني معناها انت دلوقتي ال 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 pointer بيشاور على اول عنصر بس similarly لل array احنا آه بنشاور على ال ال character الاولاني يعني مثلا عندي هنا array of character اهوت كنت ده o b و q فانا لو اديته ال ال index بتاع ده اللي هو الادرس يعني فهو بيشاور على اندكس زيرو وبعد كده لو قلت له بلس بلس هيشاور على ده بعد بلس بلس هيشاور على ده ففي هنا تطبيق عليها اهوت تعالى نروح نشوفه ادي الريف كاركتر فيها هلو ورلد. وعملت بوينتر قلت له شاور لي على الكاركتر اللي هي الاري دي ممكن نعملها كده او قلنا ان احنا ممكن نديله الاندكس الاولاني وهو هيشاور عليه بس خلي بالك هتديله الادرس تحط الادرس هنا فبالتالي الاثنين هيرنوا كويس مفيش اي مشكله تعالى كده ادي هو الفكره مش انه يطبع الفكره ان انت كده من غير الادرس آه الفكره هنا ان هو انت شاورتله له على العنصر الاولاني اللي هو الاتش وبعد كده طالما هو ما وصلش أه كاركتر اللي هي العلامه بالباك سلاش والزيرو اللي هو اللي بنحط هنا بنحط بعد الدي هنا بس انت مش بتشوفه آه فبيعمل برنت للسي ككاركتر يعني للبوينتر للقيمة اللي يحملها البوينتر في المكان اللي متخزن جواه وبعدين يعمل آه يزود المكان وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا لحد ما يجيب كل إيه الكلمة تعال نكمل دلوقتي دي عبارة عن شوية فانكشنز سطر اللين دي بتجيب لك اللينس بتاع العنصر السترينج قصدي كوبي دي يعني معناها بتجيب بتعمل كوبي للكونتنت اوف سترينج اتنين بتاخد اللي هنا تحطه هنا خلاص آه سطر كومبير لياسين بي معناها بتعمل كومبير ذا فيرست سترينج وذا سكند سترينج لو هما الاتنين ذا سيم يعني الكلمتين زي بعض رجع زيرو آه سطر كات دي معناها ان هو بيعمل كونكات يعني بيدمج يعني مثلا لو عندك كلمه اسمها هالو وورلد يدمجهم مع بعض يبقى هالو وورلد طيب دلوقتي سطر سطر دي يعني معناها find occurrence اوف يعني مثلا انا انا عندي سطر اسمه hello world ببحث عن كلمة اسمها world بحط الكلمة هنا هي world وهو يبحث في السترينج الاولاني هنا عنها هنا برضو ده بيرجع بس بيرجع بوينتر لل بتاع كاركتر اللي هو اسمه stage يعني مثلا hello world. انا عايز ابحث عن حرف فيها مثلا تعالى كده ده تطبيق عليهم كلهم تعالى كده نجربه ادي التطبيق بص كده معايا انا عندي التلاته اهوت هالو وورلد وهالو في تلاته في تلاته اراي اس واحد واس اتنين واس تلاته ودول هنعمل لهم وظيفة تانية اللي هو سطر واحد وسطر اتنين اي بي سي و اكس واي زد وعندي سترينج نيم اللي هو سام تكست وكاركتر اسمه ايه اه تعال تعالى ركز معايا دلوقتي انا عايز اجيب السطر لين لمين للسترنج نيم السترنج نيم متخزن فيه حاجة اسمها سام تكست هيجيب لك اللينس بتاع الاس اللي هو الاس اللي هيجي لك اللي هيطبع يعني القيمه بتاعه السترنج نيم هنا ويقول لك ان هو كذا تعال نتاكد من الاوتبوت بتاعها هي بس الاول ادي اللينس اوف سترينج سام تكست اس 9 اه طيب احنا دلوقتي بنعمل سطر كوبي احنا قلنا الكوبي بيحصل ان انت تعالى كده الكوبي بيحصل ان انت بتحط الكونتنت بتاع اس 2 في اس 1 يعني معناها حط القيمة بتاعة اس اتنين في اس ثلاثة معنى كده آه وقال لك ان الاس ثلاثة ناو اس كذا طبعا لك اس تلاتة طب اس اتنين دي كانت ايه اس <applause> ثلاثة دي كانت هالو وبعدين اس آه اتنين دي كانت وورلد خد وورلد حطها في خلاص بقى اس ثلاثة ده معناها وورلد طيب سطر كومبير دلوقتي انا عندي آه القيمة الراجعة من سطر كومبير بتبقى صفر ولو هي صفر يبقى معانا الاتنين ايكوال اكس واي زد فالسطر واحد ده كان اي بي سي والتاني ده اكس واي زد فبيقارن اي بي سي واكس واي زد لو هو بيكوال ايكوال الصفر يبقى معنى كده ان الاتنين زي بعض اللي هو اي بي سي مع اكس واي زد طيب لو هو اقل معنى اقل من الصفر يبقى هو لسه زين لو هو اكبر يبقى جريتر زين فطبعا اي بي سي اقل من اكس واي زد لو عكستهم اتنين مكان واحد وعملنا رن قالك لك دلوقتي آه, ان ال انا انا طابع غلط برضو فالمفروض تعمل كده الاكس واي زد هتبقى اه اسف المفروض نعملها في كله المهم يعني الفكرة ان انت بتخلي الاس اتنين هي الاكبر واي بقت هي اكبر من اي سي فهمتني طيب لو هما الاثنين مثلا اس آه, 2 دي عباره عن اكس واي زد مثلا انا خليتها اكس واي زد هنا اكس واي زد خلينا نمسح شويه الحاجات دي مثلا كده اكس واي زد مع اكس واي زد فقال لك از اكوال تو بس بس مالكش دعوه آه, بالساتر 1 لانه بيطبع الساتر انما هو اكس واي زد في الحقيقه طب تعالى هنا للسطر كات معناها بيعمل كونكات من اس واحد واس اتنين يعني اس واحد واس اتنين هالو ورلد هتلاقي هنا ان هما عملهم لهم كونكات بقى هالو ورلد تحت هنا بيبحث عن كلمة سطر سطر دي معناها انا عايز ابحث عن الكلمة دي اللي هي اس اتنين دي أه فين بيبحث بيها في اس واحد يعني اس واحد دلوقتي ما عملنا لها كونكات بقت هالو ورلد انا عايز ابحث عن كلمة ورلد في هالو ورلد بيديك الاندكس بتاعها اللي هو خمسة. بس خلي بالك الاندكس هنا فيه تركية بسيطة. انا دلوقتي لو جيت طبعت كده. بص. انا جيت طبعت البتر. طبعا انت هتستغرب الناتج. تقولي لي ايه ده ده كله ناتج. أقولك ده هو المكان. ده المكان. انما انا مطرح منه المكان بتاع اس واحد. ماشي? اللي هي القيمة بتاعة المكان الاولاني. بتاع الاس واحد. فبالتالي. هتلاقي ان الادرس يعني انا اقصد بالكلام بتاعي ده ان ده المكان اللي هو الادرس وده الادرس اما اطرح الادرس من الادرس يبقى خلاص كده يبقى انا بـ بطرح مثلا الادرس الكبير ده ناقص الادرس الصغير اللي هو بتاع اول عنصر فالعنصر الاولاني العنصر الاولاني يا جماعه ليه مثلا اكس واحد والعنصر الثاني اكس اتنين واكس تلاته خلاص فالبوينتر ده ممكن يشاور على ده على التالي فيبقى هو معاه القيمة دي أنت لو جيت هنا كده تاب ده معاه القيمة دي ناقص الاس واحد هتبقى ايه زيرو اكس واحد فبالتالي هو هيجيب لك ان تلاتة ناقص واحد هو الاندكس التاني مثلا يعني فرضا آه فانت دلوقتي كتطبيق للعملية دي زي ما انت شفت الرقم الكبير ده اتطرح من الرقم برضو كبير هنا فرجع لك في الاخر خمسة ان الاندكس خمسة كلمة ال الدبل هنا طالعة من أول هنا يبقى صفر واحد اتنين تلاتة أربعة وأدي الدبليو هي الخمسة فعلا هنا سطر تشار دي معناها إن أنا بدور على حرف إحنا عندنا الإس إتش ده حرف الإي بدور فيها في هالو ما إحنا عملنا لها كونكات هنا فهالو دي أنا بدور فيها على حرف الإي فطبعا هي موجودة في في تاني يعني في اللي قدامك هنا الصفر واحد في المكان اللي هو الواحد طبعا احنا بنعمل الناقص دي علشان بنطرح المكان الادرس كادرس يعني اللي هو الكبير اللي انت شفته هنا ده من المكان بتاع الاول عنصر هنا فبالتالي بيرجع لك العنصر اللي هو موجود فيه بالظبط وده كان نهاية الشرح بتاعنا دلوقتي نيجي للجزء العملي التاسك اول حاجة معانا بيقول لك ايه الخطأ هنا الان بخمسة والأري فيها عشرة element والاي بثلاثة هل هيقدر يأكسس ال N بخمسة؟ اه بالظبط هيقدر فما فيش أي خطأ هنا هنا بيقولك لو انت عملت دي ريفرانسنج لنل وينتر اللي هيحصل هيحصل سيجمنت فولت سيجمنتيشن فولت بيقولك ليه من المهم ان انت بتحجز enough space for extra character ليه بتحط extra character ليه؟ علشان النال character اما بالنسبة هنا ايه ال between الاتنين ان الاولاني ده هو عبارة عن الزيرو بايت والتاني ده بي بيشاور لزيرو. وبالنسبة لل الاولاني نقدر نعمله دي والتاني ما نقدرش تعالى بص معايا هنا في البرنامج البسيط ده نفس الاتنين اهوت عايز اقول لك ان الاس واحد هنا هينطبع عادي هينعمله دي انما هنا مش هيقدر يعمله دي فهيعمل لك ان هو يطبع لك نال. تعال نجرب اهو بالظبط زي احنا قلنا ده الاولاني وده التاني نرجع نكمل الفار ده عباره عن ايه عن كاركتر ايه الرونج في الكود ده ان ال خمسة بخمسة وبعدين الاري بخمسة وعايز اكسس الخمسة فده مش هينفع ف اللي هو عايز اكسسه ده مش هيقدر ان هو يعمله اكسس اما بالنسبه لاخر واحده ايه الخطا في الكود اللي هو ما يقدرش بخمسة ان ب 5 بتاعها اصلا مش كويس فهو ده الحل بتاعها بعدين من هذه فور ذا بايت اوف ذا دلوقتي نبدأ التاسك آه بالنسبة للتاسكات آه حتى هتلاقي عندك في كل واحد هتلاقي فيه بروتوتايب وكده فأنا جمعتهم وبالنسبة آه يعني للمسار ده تعالي نروح نعمله نعمل سي أول حاجة المكان بتاعنا وبعد كده سي أليكس لو بعدين نعمل الدايركتوري ده وبعدين ندخل جواه بعدين نعمل ايكو ريدمي نحفظه في ملف ريدمي دوت دي هتلاقي الملف بتاعك موجود دلوقتي هنعمل انا وانت في اي مين دوت اتش بالنسبه للمين دوت اتش فانت هتلاقي دلوقتي في كل واحد كل تاسك في طيب. كل تاسك فيه و وهتلاقي طيب. تحت خالص برضو لو عملنا انلوك للخمسه الادفانس هتلاقي ان فيهم نفس الموضوع هتلاقي فيهم ايه آه... بروتايب فانا جمعتهم عشان بس عشان الوقت دلوقتي ادي البروتايب ممكن توقف الفيديو وتكتبهم كمان هنحتاج لملف اللي هو البوت شار دوت سي هنحتاج الملف ده نجيبلك لك برضو الكود بتاعه هذا الكود بتاعه بوت شار دوت سي فبرضو ممكن توقف الفيديو وت وتكتب دبل كيو كده احنا معانا الملفين دول دلوقتي تقدر دلوقتي نبدأ في أول تاسك ادي آه التاسك الاولاني محتاج منك ان انت تعمل حاجة زي السطر كات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتعمل كونكاتينيت لمين الاثنين string يقولك ان الفانكشن فيها اس ار سي عايزك تعمل اوفر رايت للنال بايت at the end اوف dst وتعمل ريتيرن البوينتر للي موجود في dst تعالى تعال نعمل اسم الفايل ده كوبي ريست نشوف هنعملها ازاي طيب معايا كده على الكود هتقول لك ادي المين وبعد كده عملنا البروت بعد كده عرفنا تم متغير سي سي وسي اتنين اول سي دي معناها ان انا هجيب فيها عدد العناصر اللي موجوده هنا في الديست وبعدين بمشي بالسي تو على الايه اتنين وكل شويه بضيف اللي موجود في السرك اتنين ده بحطه بعد الديستنيشن يعني يعني الديستنيشن بتاعي بعمل فيه سي بلس بلس بتاعته يعني بحط فيه السي الاول بحط الاول في السي وبعد كده بزود يعني ممكن نفصلها عادي ونشيل السي بلس بلس ونحط سي بس ونكتب هنا سي بلس بلس تحت هنا في السطر اللي تحت ده فالمعنى بتاعها ان انا دلوقتي هنا ده بيزود عامل فور عادي وبعد كده بحط اللي هنا بعد ما ده بيخلص جبت عرفت منين ان هو بعد ما ده بيخلص اهو انا عديت هنا العناصر اللي فيه كلها وبعد كده دخلت على اللي بعد اخر عنصر وده تضيف فيه وده بالنسبه لاول تاسك ممكن اطول شويه طب تعالى على اللي بعده اللي بعده بيقول لك انا عايزك تعمل لي سطر ان سي ان كات يعني معناها ياخد لي من او كم كاركتر هي نفس اللي فاتت بس انت بتحدد له كم كاركتر هياخده هنا فدلوقتي تعالى نعمل اسم الفايل vi بعد كده تعالى في فوق include main اهي وانت نازل تحت بقى ادي البروتايب بتاعنا برضو سي و اي. بعد ما عملت السي خدت اللينس بتاع الديستنيشن وبعد كده مشيت خلي بالك انا معايا ال n الشرط بتاعي بس هيختلف هنا ان انا طول ما انا اقل من n واند اند ان السارك بتاعي موصلش وصلش لاخر بايت عشان هو هنا بيقول ان انت مش هتعمل اوفررايد بيقولك does not be non terminal فانت مالكش دعوه بيها والاي بلس بلس هتبدا هنا من بعد ال السي فانت السي بتاعتك شوف اخرها فين بعد ما يحسبها بيحطها وبعد كده بيزود كل شوية اي بقى الاي بقى وكل يعني الاي تزيد بصفر وواحد 2 وثلاثة ويز... ويدخل فيها الايه المحتوى بتاع الـ اللي موجود هنا اللي بال... اللي في نفس العداد نفسه يعني في الكاونتر وبعد كده في الاخر يضيف لك ال وبعد كده يعمل return للديست اللي هو البوينتر نعمل دبليو كيو تعال نشوف اللي بعده اللي بعده بيقول لك انت عايز تعمل سطر كوبي لازم تبقى بالظبط زي سطر كوبي اللي هي بتاخد مثلا كلمة زي دي في الاس الاولاني وكلمة زي دي في الاس الثاني ياخد الكلمة دي يحطها هنا يلغي معنا التانية يعني تعالى نعمل الفايل بتاعها اي في فوق انكلود للمين وانت نازل تحت ادل بروتايب ادل اي الاي ده هيعمل اتريشن على السارك آه هو موجود هنا برده توضيح في الكومنت احنا هنا في الاي بمشي بيها على زي اللي فات بالظبط لحد الاي اقل من الان ودلوقتي السطر ده بكل شوية أقل من الترمينيشن يعني ما يوصلش لترمينيشن وبعمل اي براس براس. بعد كده الديستنيشن اللي موجود فيها بساويه بالمين ليه لان انا بعمل كوبي يعني كوبي انا باخد الكلمه نفسها زي كده باخد الكلمه دي او الكلمه دي مثلا اخليها تساوي كلمه تانية يعني اخليها اوفر رايد لكلمه تانية يعني اللي موجود هنا بساويه باللي موجود هنا وفي الاخر لو الاي اقل من الان خلاص يضيف للإيه ضيف لي الترمينيشن بتاعتي وبعد كده يعمل لي اي بلس بلس في الاخر يرجع ال يرجع ال اللي هو البوينتر بتاع الديستنيشن فهو دلوقتي بياخد كل حاجه هنا يحطها هنا انت لو لاحظت في المرات اللي فاتت احنا كنا بنجيب اللينس بتاع ده وبعدين نزود في اللي بعده لا هو هنا انت بتاخد ده على على ده على طول نطلع دبليو كيو تعال نشوف اللي بعده هنا بقى طالب منك ان انت تعمل فانكشن بتعمل كومبير لتو سترينج. يديك هنا سترينج اولاني وسترينج تاني وانت تعمل المقارنه بتاعتك وبترجع يعني زي ما انت شايف هنا هو هنا بيقول لك انا انا بعمل مثلا سطر كومبير بين كذا وكذا فبيقول لك فيه يا اما بالسالب يا اما بالموجب يا اما بالصفر زي ما احنا شفنا في الشرح قبل كده تعالى نعمل فايل في اسم الفايل بعد كده ادي كونتنت بيقول لك هنا ان انا بعمل انكلود المين بعد كده بعمل البروتايب بتاعك الانت ايكوال الايكوال بتاعتك بتبقى صفر بتعمل ريتيرن للصفر ده في الاخر هنا اهوت وايل ان ال ان البوينتر <ET> <floods> euh. بتاع بتاع ده يعني البوينتر اللي بينادي على السترنج الاولاني فيه قيمه خلاص يبقى الاف بعمل هنا اختبار لو الاتنين ما بيساووش بعض ماشي لو الاتنين مش بيساووا بعض فانا دلوقتي الايكوال دي لازم تطلع يا اما اكبر يا اما ايه اقل فانت هنا في الحاله دي بعمل هنا قصة بالانتجر علشان تبقى الرقم ده يبقى حاجه رقميه زي هنا بالظبط تبقى مثلا الاي ب وستين او ال او البي مثلا 98 او ان ايه يكون اي رقم من دول ايه لو انا مديها له الاي يبقى لو مديله أي حروف من دول لازم يرجع لي في صيغة أرقام وبنقصها من 48 علشان يبقى في الرينج بتاع الأرقام اللي هي من هنا من صفر لتسعة ودلوقتي ببدأ إن أنا أشيلهم من بعض وبنفس آه، الكلام على الإس اتنين وبطرحهم من بعض عشان يجيلي لو هو زي ما أنت شايف هنا سالب خمستاشر أو خمستاشر أن يعني يكن لو هما آه، كبار عن بعض أو كده يطلع لك رقم كبير. وبعمل بريك خلاص بيطلع ويعمل ريتيرن uh, لو ما دخلش في الحالة دي اللي هو خلاص الاتنين بيساووا بعض يفضل يقارن كل اتنين اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم لو استقر الوضع على ان هما متساويين خلاص يبقى القيمة صفر زي ما هي ويعمل لها ريتيرن دبليو كيو اللي بعده اللي بعده بيقول رايت uh, function that ريفيرس content of an array of integer دلوقتي انت جالك array زي كده انت عايز تعمل بيقولك where in عايز تعملها reverse يعني تعكسها يعني where in is the number of elements in array يعني بديك size بتاعها طيب دلوقتي نزل تحت ادي بيقولك صفر واحد مش عارف كام بدألك لك بالرقم الاولاني وبعدين مش يعني عكسها لك يعني تعال ناخد اسم الفايل ده وبعدين في اي <applause> بص كده الكونتنت بتاعك ادي دلوقتي البروت طيب بتاعك معرف من ثلاث متغيرات اي و وتي. و دلوقتي انا عامل فور بس خلي بالك ان ده جزء واحد طالما لحد نهاية العلامة دي يبقى ده اول جزء جزء الانشالايز. اللي هو مثلا الاي بصفر والجي بيساوي ان ناقص واحد لان ناقص واحد دي ليه؟ لأن اللينس بتاعك اللي بيجي لك مثلا خمستاشر أي دي. بس إحنا بنتعامل بالإندكسات فبنبدأ بالصفر خلاص يبقى إيه من صفر لحد أربعتاشر فأنا بنقص واحد ماشي؟ الأي ناقص الأي طول ما الأي أقل من الجي هنا الجي تعتبر العدد الإلمنت أدي الشرط بتاعي الكونديشن وبعدين أي بلس بلس ناقص ناقص يعني عشان الجي هي بدأ عشان الجي هي دلوقتي تعتبر هي اللينس بتاع الأريه فابدا أعمل تي تي ده عبارة عن تمب باخد فيه القيمة اللي في اي اوف اي وببدلها بالاي اوف جي وبعد كده بخلي الأوف جي هي التمب ده يعتبر هو الكود يعني في اي اللي بعدك بيقولك رايت فانكشن اللي بتعمل تشينج اول لوور كيس تخليه لأبر كيس يعني كل الحروف السمول تخليها كابتل وادي البروتايب بتاعك تعالى ناخد الفايل اسم الفايل ونعمل في اي اه انا اسف انا عامل في اي قبل كده بعد كده انا عايزك بس تلاحظ معايا حاجة بسيطة هنا ونفتح الكالكوليتر انت هنا دلوقتي ما بينك ال إيه لو عايزينه يبقى ايه كابتن نعمل ايه هو مثلا دلوقتي سبعة وتسعين ناقص الـ الرقم ده علشان نجيبه هيبقى بكام نقصه من بعض يبقى ده الرقم اللي انت بتنقص بيه اللي هو 32 يبقى تسعة وسبعين ناقص دايما هتديك الايه الرقم الكابتل بتاعك تعالى بقى نشوف الكود بتاعها بص كده معايا في الكود ادي البروتايب ادي الاي الاي بصفر اول حاجة لحد ما انا اوصل لحد الاخر التكست بتاعي او السترنج بتاعي الاي بعمله بلس بلس بقول الاف ان هو ما بين التسعة وسبعين للمية اتنين وعشرين يعني هو ما بين التسعة اللي هو قصده يعني ان هو ما بين جيت هنا من اول سبعة وتسعين عشان يبقى لور كيس لحد مية اتنين وعشرين ادي من سبعة وتسعين اللي هو ال ايه ادي المية اتنين وعشرين لو حصل ان هو كده خلاص ينقص اتنين وتلاتين يبقى الكابتل وبعد كده نعمل تخزين في ال 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 ده وبعد كده نعمل ريتيرن للبوينت تعالى دلوقتي بقى نشوف اللي بعده بيقولك ان انت عايز تعمل فانكشن تعمل كابيتالايز للوردس اللي في عندك البروتوتايب ده تستخدمه وعندك اللي عندك لو عديتهم عندك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشر, احد عشر اتناشر في فدول لما نحطهم لازم نحطهم عندنا عشان هو عندك هنا بص حاطط هنا سيبريتور زي اللي هو السلاش دي اللي هي المسطرة وحاطط كده الحاجة دي فده كله جوه الشار انت مالكش دعوة بيهم الحاجات دي انت مالكش دعوة بيها خالص فانت المفروض تعديها وانت شغال تشتغل بس على الحاجات الكلام اللي زي ده كده فاحنا هنعمل ده ازاي تعالى ناخد الفايل كوبي في اي ادي الكود معانا عشان نطلع نطلع كده ادي انكلود للمين والاس دي او والفانكشن اللي اسمها لور دي معناها ان انا دلوقتي بتشيك اللي هو لو هو ما بين ال97 وال122 يبقى لور كيس يعني لو هو رقم لو هو حرف ولور كيس دي فانكشن وادي الديليمترز اللي هو كان قايل لك عليها ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية الاتنين دول تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر فان دلوقتي عملت أقل آه من اتناشر طبعا لو من صفر لكذا خلاص يعني من صفر لحداشر يعني ويشوف اف سي السي اللي الكاركتر اللي جايله ده هو هو بيساوي حاجة دي يرجع واحد لو غير يرجع صفر ننزل تحت كده فانكشن اساسية بتاعتنا دلوقتي انا دلوقتي باخد منك سترينج string ده بشاور عليه ببوينتر وبقول ان الفاوند كده كده انا برجع البوينتر ده فده وظيفه البوينتر ان انا برجع اول جزء في الاريه فده ده ده الوظيفه بتاعته انت الفاوند البوينتر ده بخليه بواحد يعني هو لقى حاجه من اللي فوق ال12 اللي, اللي فوق while دلوقتي ان الحروف دي انا بمشي عليها iteration لو هو ديليمتر خلاص يقول ان الفاوند ديليمتر ده بواحد ويروح على الحرف اللي بعده إلس لو هو مش كده هيشوف هو لور وهو وهل هو ديليمتر ولا لا لو هو آه لو هو دلوقتي عبارة عن لور ومفيش ديليمتر او فاوند ديليمتر يعني بينقصوا من 32 فبيخليه كابترايز والفاوند ديمتر بيخليه صفر وبعدين الفاوند ديمتر بيبقى لو إلس يعني الحالات دي كلها يبقى يبقى بصفر وبعد كده بي هنا بيعمل ايه بيزود عشان يروح للحروف اللي بعد كده فالفاوند ديمتر ده معناه ان هو بيلاقي آه بيلاقي ليمتر ولا لا نعمل دبليو كيو نروح للي بعده عايزك تعمل لي هنا فانكشن بتعمل انكود للسترينج زي كده يعني لو اللتر A اند A لو كبير وصغير يعملهم أربعة مثلا لو ده يوديه لتلاتة لو ده يبقى زيرو لو الحروف دي التي يبقى كذا لو الواحد يبقى لو ال يبقى واحد وادي البروتايب انت ما ينفعش تستخدم سويتش ولا ايه وما ينفعش انت ايه تعمل ان يوز ترنري ابريشن فتعال نشوف هنعملها ازاي هذا الفايل نفسه في اي بعد كده تعالى كده معايا ادي عملت انكلود عملت حاجه بسيطه خالص عملت بوينتر للكاركتر اللي جاي لي عملت الري بالكيز اللي هي الاي اي او تي ال اللي هم مديهم لي فوق هنا هم في الجنب دول وعملت الأربعة تلاتة زيرو سبعة واحد الأرقام اللي هو مديهم لي برضو عملت أنسايند أي وبنمشي تريشن على الحروف بتاعتنا وسي بلس, بلس وفي الآخر برجع الإيه البوينتر فهنا أنا ماشي لحد السايز أوف كي السايز أوف كي اللي هو ده على السايز أوف تشار كده أنا بجيب عدد الإيه الحاجة اللي جوه قول بلاز بلس يعني عددهم كام صفر واحد اتنين تلاتة اربعة همشي الاتريشن اللي انا لسه قايلها دلوقتي لو اف ان هو بيساوي الكي اي واحد من الكي دول او اور ان ال... ان هو بيساوي الكي زاد اتنين وتلاتين اللي هو بيساوي يا اما ده يا اما الصغير منه اللي هو الليتر اللور كاركتر يعني يعمل لك سي زائد تمانية واربعين زائد value بتاعة الاي. ليه بقى؟ لأن ال value بتاعة أربعة أربعة زائد تمانية وأربعين يجيب لك إن هي بتساوي أربعة في الاسكي. أهو يبقى تمانية وأربعين بصفر لو زودت عليها أربعة هيبقى اتنين وخمسين هيبقى يديك الإيه؟ الأربعة فده بالنسبة لل كده دبليو دلوقتي هنا في المسألة اللي هي تمانية عايزك تعمل له function بتعمل انكود سترينج يوزنج روت تلتاشر ده فدلوقتي البروتايب بتاعك كذا يو كان يوز اونلي 1 اف وعندك كمان لو انت نزلت تحت كده شويه روت تلتاشر مش عارف ايه زي ما انت شايف كده السطر ده كله بيتعكس معنى كده ايه اللي هو بياخد الار كابتل دي مثلا زي اللي انت شايفها دي بيشوفها اه بعدها كالفابت يعني بعدها كالفابت بتساوي ايه انت هتفهمها دلوقتي في الكود اكتر خلينا ناخد الفايل بص معايا كده في الكود هو عايز بس يحول زي كده بص كده معايا ده اسم البروتايب انت اي وبعدين عملت لها كاركتر اسمها روت 13 صغيره وروت 13 اللي هي الكابتن ويعمل لك بيتا ار بيشاور على السترينج ورجعته ووايل السترينج وهعمل اتريت جواه وبزوده هنا يبقى احنا كده هنشرح الجزء ده في الجزء ده الاي اول حاجه هنا من ال زد اهو لو انت ملاحظ اي بي سي دي اي جي اتش لحد الزد وبعدين الاي كابيتال برضو لحد الزد الاي دي خلي بالك بقى ان الاي ده هي, هي تحتها متحوله ل 13 اللي بعدها ب 13 يعني ايه بقى اللي بعدها ب 13 يعني عد 13 رقم هنا كده 1 2 3 4 1 2 3 4 دي كده 8 لحد هنا 9 10 11 12 13 اللي هو ال N فهمتني بقى ده اللي انا عايز اوصلهولك ان هو ال A قصادها N ال B قصادها O ال C قصادها Q ال B كابيتال قصدي ال قصادها Q ال قصادها e R وهكذا وانت ماشي بقى لحد ما ايه ما تخلص الاتنين دول مع بعض بقول له وايل اي اقل من اتنين اه وخمسين اللي هو ستة وعشرين وستة وعشرين لو جيت حسبتها تلاقيها اتنين وخمسين اهو يا يعني عم كالكوليتور ستة وعشرين زائد ستة وعشرين اللي هو يعني عدد حروف الالفابت اللي هي الكابتل والسمول بعد كده بشوف ان هو لو بيساوي حاجة من الروت الصغيرة دي اللي هو الأولانية خلاص يقلبها اللي هي الروت بس وس... ويعمل بريك ويشوف الح... الحرف اللي بعده وهكذا وهكذا عشان يطلع بس من الفور دي <applause> نعمل WQ ونشوف الفايل اللي بعد كده الفايل اللي بعد كده برنت نمبر نعملنا قبل كده بيقول لك عايزك تعمل لي فانكشن بتعمل برنت الانتجر وفي الانتجر بيديك مثلا 98 ويديك 412 وهكذا ولو في سالب تطبعه ولو في موجب برضه تطبعه تعملها ازاي دي بقى احنا طبقناها قبل كده عملناها برنت انت نمبر يعني وانت ان وخدنا الانسايند ان 1 وسويناها بالان وبعد كده بنشوف إن لو الرقم أقل من الصفر يطبع العلامة اللي هي اللي هي السالب بوتت شار عشان كده إحنا عملنا البوتشار شار على فكرة هو بنكله المين أهوت والإن ون إيكوال السالب بتاع الإيه السالب بتاع الإن ده عشان كده يبقى موجب ونقسمه على عشرة لو هو مش رقمين يعني وبعد كده نعمل برنت تاني ننادي على نفس الفانكشن يعني لو هو 400 ناخد مثلا الاثنين وشويه ناخد الصفر وفي الاخر هنا نطبع الاربعه في الاخر هنا خالص نطبع ليه؟ اللي هو الرقم الاخير اللي هنا اللي هو الاربعه ونزود عليه الصفر اللي هو 48 عشان ينطبع معانا فدي بتعمل recursive بس انها بتلف نفس الفانكشن بتنادى على نفسها فبالتالي بيطبع ايه اخر رقم دي اللي بتطبع معانا اهي دي اللي بتطبع الارقام دي وبس هو ده الكود بتاعها يعني دبليو كيو ذو اللي بعد كده مية واثنين في السؤال ده بقى هو انت مش مش عايزك تتسرع قوي هو مديك الكود اصلا ادي الكود اهو ادي الكود قدامك هو ده فالكود ده هو عايزك تخل... اه عاوز يخليك ثواني كده نقفل عاوز يخليك تعمل ان الناتج يطلع بدل ان هو بيطبع ال برقم تاني يخليه تمانية وتسعين فأنا حاجة زي دي هنعملها ازاي؟ حاجة زي دي هناخدها كده مثلا كوبي ونروح نطبقها احنا في ايدينا على كومبايلر ادي الكود بتاعه مش هغير فيه اي حاجة معرف ان ومعرف بعدها الرأي خمسة ومعرف بينتر ده بيساوي بيعمل على الان ان هو بيقولك لك ما يحق... ان انت تغير اي حاجه في اي حاجه غير السطر ده وان لاين بس فتعالى هنعمل بس حاجه دلوقتي نسيب اللاين ده دلوقتي هنا لو شغلناه على طبيعته كده هتطلع لك ان الاي ب2 ب1024 احنا عايزينه يطلع بالرقم اللي هو إيه اللي عليه هنا ب98 هنعملها ازاي اول حاجه معايا تعالى عايز افهمك حاجه بس بسيطه احنا هنلعب على هنعمل دلوقتي للإن انا عايز لي برنت للإن انا هطبع ادرس مش هطبع عشان بس افهمك الموضوع ده مش ازاي تلاتة مش شرط 4 الاربعة والخمسة واطبع لي هنا الان بعد هنا الادرس بتاع الصفر بعد كده الواحد بعد كده التلاتة مثلا وفي لستة لسة اربعة وخمسة وهكذا وعايزك تطبع لي هنا البي يعني اخد واحدة من دي كده مثلا اخليها تحت الاثنين عشان احنا عايزين نغير القيمة بتاعتها هاتلا واحدة زيها البي بوينتر مش محتاجة العلامة بتاعت الادرس وادي البي خلي السترنجات كلها متساويه كده بص بقى معايا اه, آه. احنا بنطبع بوينتر ادي دلوقتي الادرس كلها اهوت ادي الادرس بتاع ده وادي الادرس بتاع اللي هو الاولاني وزايد عنه باربعه التاني وزايد عنه باربعه وهكذا وادي البي نلاحظ ان البي ايكوال لمين لده فتعالى كده احنا نعمل حركه بقى احنا عايزين نوصل ان احنا نشاور للتاني ده فتعالى نزوده بواحد لسه ما جاش اهو زيرو تمانين. نزود باتنين لسه ما جاش برضه ولا حتى لقط الاولاني زي التلاتة اهو كده جاب العنصر الاولاني ده احنا عايزين مثلا خليه بقى زوده بخمسة واعمل ران دلوقتي انت شايف انا دلوقتي بقيت بشاور على الايه اللي هو العنصر التاني ده فكل اللي احنا عايزينه في السطر ده هو ان احنا نقوله ان ان البوينتر اللي يبقى هنا هو ده هو ده اللي ايكوال كام تمانية وتسعين اللي هو قال لك عليها دي فالفكرة هنا ان هما متعرفين ورا بعض فده واخد اربعة بايت كانتجر وده واخد خمسة في اربعة بعشرين بايت وده واخد تمانية بايت فانا بمشي في الادرسز بزود اهو لحد ما اوصل للادرس بتاعي زي ما انا زي ما انا قدامكم كده فأنا دلوقتي بقيت بساوي الأدرس اللي فوقي من الأدرس الأولاني خلاص هي دي الفكرة بتاعتها يعني وتعالى كده نعمل رن شوف في الأخر بالطبع كام تمانية وتسعين تعالى كده فين تعالى هنا آه تعالى على الفايل بتاعنا وادي الكود بتاعنا اهو في الأخر السطر اهو تغيرش أي حاجة غير الكود ده وسيبه حتى البيت هيطلع لك عليه شوية ايرورز بس مش مشكلة حتى لو عملت بيتي يوم يوم, يوم اتنين لان هو بيقولك لك ورنينج مش مشكلة خالص هو قالك ما تغيرليش اي حاجة رقم 11 دلوقتي بيقولك لك function بتعمل اد لتو نمبر تعال كده في المثال اللي تحت بيديك نمبر زي ده كده ونمبر زي ده كده ويجمعهم على بعض عايز اجمع الاتنين دول على بعض يعني حتى بص كده عايز اجمع ده زائد ده شو بيساوي ايه بيساوي ده جمعه فعلا وفي حاجات بالإير وفي حاجات زي كده انجمعت برضه تعالى ناخد اسم الفايل ده كده كوبي اي بص كده معايا هو بيقول برضه ايه ده البروتوتايب بتاعك ال ان وال ان واحد وال ان اتنين دول تو نمبر اللي انت هتاخدهم والـ ار ده اللي هو البافر اللي هو هيكون فيه الرزلت بتاعتك والسايز ده هو اللي بيديهولك يعني السايز بتاعك ده البافر سايز بتاعك طيب تعالى دلوقتي بقى نشوف نعملها ازاي بص بقى كده ركز معايا دلوقتي انا انكلود المين وبعدين بعمل البروتوتايب بتاعي بعدين انا عملت ايه انا عملت هنا الاي والجي الاي والجي ده ده الكاونتر بتاع الاعداد اللي هنا اللينس بتاع الاي يعني بتاع اللي هو الان واحد وده اللينس بتاع الان اتنين وبشوف ال ال ده بقى هو اللارج يعني انه اكبر منهم يعني أنا واحد اكبر في السايز عايز اجيب السايز عشان هو مديني سايز هقارن السايز اللي هو بتاع اكبر واحد يعني لو الاي اكبر من جاي يبقى ال هو الاي هو الايكوال اي طب لو الس يبقى ال هو الجي ان يكون انا باخد ال دلوقتي هو اكبر ايه سايز فيه وبقول اف ال زائد واحد ماشي لو ال زائد واحد اكبر من السايز نفسه <applause> ليه زائد واحد عشان اللي عشان اللي هو الكاركتر الاخير لو هو ال زائد واحد معانا أكبر من السايز اللي هم الدهولي. خلاص يبقى ريتيرن زيرو انما لو السايز اللي هم الدهولي لازم يبقى أكبر من يعني لازم تديني سايز أقدر أشتغل جواه يكون أكبر من الأيه من الأعداد هتاخده دلوقتي بعدها بقول إن آخر عدد بيكون اللي هو الترمنيشن الأر أوف ال بيساوي so وبعمل فور كي ال بتساوي إل ناقص واحد يعني ده إل بحط فيه ده وبمسك بقى اللي أقل منه ماشي اللي أقل منه بواحد وام... وأمشي طول ما ال أكبر من الصفر والكيب ناقص ناقص ونقص ال I وال J اللي هو الكاونتر بتاع ال ان واحد وال اتنين وأقول F إن الاي أكبر من الزيرو. يعمل ايه بقى لو الاي اكبر من زيرو ياخد لي الاف الاف ده اللي هو الديجيت بتاع ان واحد والاس ده برضو بتاع الديجيت بتاع الايه اللي هو الN2 باخد الديجيت يعني يا اما بسابوه بالصفر او بطلعه ككاركتر م... ونقصه ناقص الايه ناقص الصفر اللي هو بتاع الاسكي اللي هو ب 48 يا اما اكتب ناقص 48 يا اما اكتب الايه الاسكي كده انا استخرجت ايه ال وال والجي كارقام استخرجتهم في الاف والاس بقول بقى ان الاف زائد الاس زائد الدي الدي ده, ده اللي هو كان موجود فوق خالص بصفر موجود هنا الدي بصفر الدي بصفر ده اللي هو الكاري اوت الكاري اوت ده اللي هو ايه ه... يعني بص كده في الصوره هنا مثلا اجمع أربعة زائد سبعة بكام ب اكتب واحد ومعايا الواحد هكذا ده الكاري اوت اللي هو الواحد ده أه... فباخد هنا فباخد هنا بجمع وازود على ال واربعين عشان يدينا رقم صحيح واخد الكاري اوت بتاعي في جنب اللي هو الدي وهكذا واجي الف لفه كمان واجمع الدي القديم اللي كان معايا اللي هو الكاري اوت ولو في كاري اوت اخده وهكذا واجمع ولو في كاري اوت هاخده ولو في الاخر خالص بعد عمليه الجمع دي في الاخر اتفضل معايا ايه كاري اوت اللي هو عدد معايا اللي هو حطه مثلا في دماغي فهعمل ايه هزيح كل الارقام واحطه هنا واحطه في الاول فهقول ان ال زائد واحد هي اللي بالايه بالترمينيشن بدل ما L بس لا ال بس هي اللي كانت لا ده ال L زائد واحد هي اللي determination و زائد اتنين أكبر من السايز لو اللي هو احنا كنا بنتشيك F إل زائد واحد لا احنا هنا معانا معانا كاري أوت لسه فبنقول زائد واحد عشان احنا هنضيف واحد يرجع صفر يقول له error يعني لو هو وايل ان هو وايل بقى ان ال ناقص ناقص اكبر من الصفر يعمل لي ايه يحط لي الارقام بتاعته عادي برحل يعني الارقام وفي الاخر بقول ان اخر رق أو, او اول رقم خالص هو الكاري اوت وبعد كده بزوده على بزود عليه صفر ان هو زايد ال وأربعين يعني اللي هنا عشان يبقى رقم من دول بس وفي الاخر نعمل تاني ترو اخر سؤال معانا باذن الله بيقولك لك ان هو عايز اعمل فانكشن بتعمل برنت للبفر بفر زي ايه بفر زي اللي قدامك دي كده ماشي فالحد هنا بيقول لك ان الفانكشن ماست برنت ذا كونتنت اوف سايز بايتس يعني السايز بتاع البايت انطبع بوينتد باي بي البي دي ده اللي هو الكاركترز اللي هيديها لك وادي السايز اللي هيديهولك لك والاوتبوت شوت برنت 10 بايت بير لاين يعني بتفق يبقى لازم تفهم جدا من عشرة بايت دي هيتوقف عليها البرنامج كله يعني عامة line starts with the position position of the first byte of the line in hexadecimal تمانية Starts with zero اهو زي ما انت شايف اهوت تمانية hexadecimal وبعدها اتنين بايت content of buffer أهمت. Uh, separated باي سبيس ادي السبيس او زي ما انت شايف كده سبيس 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 وبعد كده الكلام بقى اللي هو اتش لاين كونتنت اوف ذا بافر كبرنت يعني من الهكس... من الاسكي و لاين لازم تنزل بقى سطر جديد وتيجي على السطر اللي بعده وتنزل سطر جديد وعلى بعده وهكذا من ايه من حاجه زي دي كده بص اهو حاجة لو زي كده يعني زي مش موجوده كده بتتحط بايه نقطة زي ما انت شايف كده النقط دي والسايز لو الصفر او اي حاجة زي كده لو السايز اقل الصفر او لس لازم تعمل نيو لاين على طول تعالى بقي نشوف برنامج ده عامل ازاي تعالى نعمل اول حاجة الفايل بتاعه تعالى نطلع فوق انا هطلع بس فوق عشان لو انت عايز تعمل تكتب يعني من الاول تبقى وقف الفيديو واكتب انا هبدا بقى شرح يعني من تحت وبعدين اطلع فوق على حسب الفانكشن تعالى لي كده وخليلي لي البتاع دي على جنب ماشي بص كده معايا ادي الفانكشن الاساسيه بتاعت اللي هي البرنت بافر بيبدا بيديني الكاركتر بتاعي وبعد كده انت سايز بتاعي وببدا الستارت بتاعتي والنهايه فالستارت بتاعتي ماشي بتتوقف على ال... يعني انا انا بحطها بصفر في الاول وبعد كده بزودها بايه ب10 اللي هو البايتس 10 بايتس اللي هو اللي عليه اف ان السايز اكبر من الصفر زي ما قالك في الشرط اللي هو هنا ده اللي هو ده لو السايز اكبر من الصفر تمام يشتغل مش... مش اكبر من الصفر يعمل لك ايه نيو لاين طيب نعمل جوه ايه بقى بقول له فور ان الستارت بصفر والستارت اقل من السايز طبعا والستارت كل شويه تزيد بعشرة الاند بتاعتي بقى الاند بتاعتي النهايه الاند بتساوي السايز دي حالة اف يا جماعة على فكرة اف ان كذا يخلي الاند بكذا او بكذا دي اف بس موجودة في سطر واحد يعني معناها اف ان الشرط ده اتحقق بترو هياخد هياخد الشرط ده لو بفولس هياخد العشر معناها ان السايز لو ناقص الاستارت اقل من عشره لو السايز ناقص الاستارت اقل من عشره ياخد ان السايز ناقص الاستارت لو هو زي السطر اللي هنا كده زي السطر ده اقل من عشره آه لو اكبر من عشره خلاص ياخد عشره بايت وبعد كده يعمل برنت اف تمانيه تمانيه هكس دسمة للستارت اهي زي ما انت شايف تمانيه هكس دسمة اهوت للستارت وبعد كده يعمل برنت للهكسا ديسما اللي هي الهكسا اللي هي دي, دي وبعد كده للاسكي وبعد كده للاسكي فتعالى بقى نشوف برنت الهكسا ديسما دي او نطلع فوق كده واحده واحده بقى في الكود من فوق نشوف بص كده معايا في فانكشن اسمها از برنت برنتابل اسكي يعني از برنتابل يعني قابل ان هو يتعمل له برنت بادئ منين بادئ من من 32 لحد 26 يعني بادئ كل الحروف الاسكي بتبدا منين من اول هنا بص كده من اول اتنين وتلاتين من اول المسطرة لحد مية ستة وعشرين هنا تنتهي هنا فدي كلها الحروف الايه الاسقي اللي هتنطبع اهي ادي اه فانكشن ننزل تحت شوية اه ادي البرنت هيكس اسمه بياخد منك الستارت بتاعتك والنهاية بياخد منك الستارت والاند بتاعك ادي اه ادي الستارت والاند بتاعتي ماشي وبعد كده بيبدأ اقل من عشرة وبعد كده بيقول واي لأن اي اقل من عشرة وبعد كده بيزودها ويقول ان اف الاي اقل من الاند خلاص يعمل لي برنت الاثنين اتنين بايت للاكس الاكس ده اللي هو اكس لمين بقى للبي الحرف بتاعي زائد الستارت زائد الاي البي زائد الستارت يعني الستارت بتاعتي دي تبقى موجودة معايا دايما ودايما بحط ده وشوية هحط ده وشوية هحط ده وشوية هحط ده وهكذا فانت لازم تبقى فاهم كده الجمله دي معناها ايه بياخد الستارت اللي معايا ويزود عليها الايه الاي بتاعتي إلس يحط لك مسافة زي المسافة اللي في النص هنا زي ما انت شايف كده وفي الآخر بيقولك آه بيقول لك إف إن الأي آه يعني مد الاتنين يعني يقبل, يقبل, يعني إن هو يتعمل مد على الاتنين خلاص يعمل إيه مسافة واحدة مش مسافتين تعالى ننزل تحت شوية إنما بقى البرنت الأسكي البرنت الأسكي بياخد منك برضه ستارت وإند وإن الأي أقل من الإند يعمل إيه؟ يقول إن الكاركتر اللي هيجي هو إن البي زائد الأي زائد الستارت عادي عادي بقى ممكن تعمل بي زائد ستارت زائد أي هي هي نفس المعنى المهم لو هو مش برنتابل يعني لو هو مش من اللي فوق خلاص يحط لك صفر يعني يحط لك نقطة قصدي اللي هي النقطة دي اللي هي سي آه دي هنا ادي ستة واربعين اللي هي النقطة دي ماشي غير كده يعمل الكاركتر يعمل برنت للكاركتر بس هو ده البرنامج كله يا جماعة فبيعمل جزء تمانية هكسادسمال وبعد كده بيروح يعمل الاسكي وبعد كده يعمل مسافات وبعد كده يعمل الاسكي نفسه اللي هو اللي بيبقى على الجنب كده ده اللي بيبقى على الجنب هنا كده وبس خلينا نعمل بقى قبل كيو وبعدين نعمل سي دي دوت دوت نرجع ورا جيت اد دوت كل حاجه وبعدين جيت كوميت داش ام وبعدين ايه مثلا وبعدين جيت بوش وبكده نكون خلصنا ايه اتمنى منكم تعليقات بقى ولايك والكلام ده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته